إذن بعد السلام الوطني للمملكة، مارتن شيفيلا المدرب الجديد الذي يقود الأخدود في تحقيق والانتصار له في دوري روشن بعد إقالة مونسيسار، الرجل الذي ممكن أقاله نادي الأخدود، وقدم بهذا الرجل الذي حقق الانتصار الأول في مباراته أمام الحزم في المباراة اللي انتهت هدفين مقابل هدف، مباراة أكيد حقق فيها الانتصار أمام فريق قوي، أمام فريق له أرقامه في هذا الموسم، لكن اليوم ضيفا صعبا في ملعب صعب وفي مباراة صعبة وفي مباراة مهمة لكريستيانو وباقي الرفاق بعد الظهور مع البرتغيز وهدف العادة وأسيست العادة. اليوم أكيد فيصل البلوي والذي سيقود التقضي، كرة إلى تاليسكا، عبد الرحمن غريب راح دخل مر البداية، يا لها من بداية ويا لها من انطلاقة ويا لها من فرصة من النص يا رونالدو. تاليسكا إلى غريب، تاليسكا يمر يلعب إلى غريب، غريب إلى رونالدو، الله 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 الله، يا لها من كرة ويا لها من لعبة ويا لها من لمسة يا رونالدو. رونالدو يستلم الكرة، شوف 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 هنا راح راح فيها الكابيتانو، راح فيها الكابيتانو، راح فيها حسين السبدان، حسين السبدان يشوف اللمسة التسديدة، يلعبها إلى سلطان، سلطان والعرضية، باولو فيتور ابن السيليساو أخدود مثل منتخب نيجيريا في كل المراحل. هذه تمريرتين صح وهذه واحدة صح، ملعوبة خطيرة، لكن بحساب هدف اليوم مباراة الدفاع مرمى الكرة، يا سلام سلطان سلطان حطها له سلطان الغلاب، يهيئ الكرة لسامي النجعي اللي حطها في الشباك، جول للعالمين، الله. 13 دقيقة كافية للنصر ليضرب الأخدود، كافية للنصر، الله عليك يا أوتابيو، أوتابيو الكنترول والأروع من سلطان، سلطان يا سلطان، هدوءك يا سامي، هدوء ممكن، يمر ممكن، يرفع الكروس العرضية، الخطوة ينطلق، يلعبها إلى غريب، عبد الرحمن غريب، الحكم ماذا يقول؟ يقول العب ما فيهاش أي شيء، ليس فيها أي شيء في اللحظة الماضية. كرة تعود مرة أخرى إلى الجهة اليسرى، هاي تاليسكا بهذه التمريرة الجميلة، حتى سامي النجعي، الله على الإبداع، الله على اللمسات، الله على الكرة. النصر لا زال متقدما، كرة العرضية الرأسية من بيدروزا الكولومبي، سيباستيان بيدروزا والاحتكاك في اللقطة الماضية مع كفيركفيليا، هذا هو كفيركفيليا العملاق في خط الهجوم، بينما الكرة تعود، هذه خطيرة، كولادو راح قوية، لكن رد النجار في المكان السليم، ينقض على هذه الكرة ويستعيدها لمصلحة فريق النصر، في أول كرة وأول النجم غريب يمر من الأول، يبحث عن رونالدو دخل الكرة، نجرت خطيرة، تناصر ممكن يمر، لمسة يد داخل منطقة الجزاء أم لا، كولادو يلعبها بين إفلاط خطيرة إلى جودوين، لدينا لاعب ساقط على أرضية الملعب، الحكم يقول العب، بعد ذلك تأتي الصافرة لمصلحة أوتابيو، ويعود الحكم لينظر ما الذي حدث مع غريب في الكرة الأخيرة وفي الفرصة الأخيرة. هذا هو أوتابيو، الضغط اللي كان واضح من توامبا، هذا هو الكاميروني متواصل، وصلت لعبد الرحمن غريب يلعب الكرة، تاليسكا خطيرة، الله لو اكتملت يا تاليسكا، لعباته غريبة، ضرباته عجيبة، يطلع لك من أي مكان، من أي زاوية، يخطف لك كرة بطريقة من الخلف، عليك ستيريس عرضية على مستوى القائمة الثاني، خطيرة، والراسية هذه المرة من الروماني بوكا اللي أبعدها إلى خارج النصر، هنا العرضية من تيريس، المتابعة هذه المرة، الفرصة، سيني سبداني، الكرة لا زالت خطيرة، لويس كاسترو في شوط المباراة الثاني، كرة طويلة، رونالدو ممكن يخطفها،
هدف رونالدو، لكن بعد ضاعت وراحت تمريره والاروع من بعيد. تمريره كولاتو حسين السبداري خطيره هذه فوق الشباك الخارجي، فوق الشباك الخارجيه بدون اي خطوره على المرمى. والاخدود في المركز السادس عشر، كره تلعب فينيه خطيره لك، وصلت الى رونالدو. يا سلام يا سلام يا سلام، قويه. رونالدو تصل له الكرة، وصلت إليه الكرة، دخل رونالدو، راح رونالدو، لكن رمزي يتحرك. الاجتهاد الكبير لرونالدو، بينما تاليسكا، لذلك جيفيلا كان ذهبيا يا رونالدو. هذه الكرة إلى بروزو، أصبح يسجل في كل ليلة، في كل مباراة، موجودين ينتظرون بروزو. رونالدو لا 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 لا، ضاعت يا رونالدو. هذه كيف ضاعت يا كريستيانو؟ عرضية، أوه تاليسكا، رونالدو يخلصها. لا لا